قبل ما نجي لهون عقدنا اجتماع لمجلس الأمن الفرعي بسرايب عبدة بحضور كل الأجهزة الأمنية المعنية والرئيس غادة عون ويعني قضاة آخرين ووجود طبعا المحافظ جبل لبنان. ناقشنا ثلاث مواضيع أكدت على أنه أنا أكثر من ضرورة لصورة الانتخابات ومسارها. الأول هو حياد كل الأجهزة الرسمية يوم الانتخابات وما قبل الانتخابات بين كل المرشحين والبقاء على مسافة واحدة. الأمر الثاني أن هناك مراقبة دولية جدية من عدة مؤسسات دولية وصلت إلى لبنان من الاتحاد الأوروبي ومن مؤسسة وزيرة الخارجية الأمريكية الأسبق مادلين أوربرايت، وربما بعد ذلك هناك مؤسسات أخرى عربية، فضلا عن الجمعيات المحلية المعنية بمراقبة الانتخابات. فإذا هذه الانتخابات تحت المجهر العربي والدولي والمحلي، لذلك مسؤوليتنا كبيرة بأنه هذه مسار الانتخابات يكون مسار شفاف ومحايد ونزيه بدون أي شائبة جدية. الأمر الثالث فضلا عن الجانب الأمني اللي معنية فيه الأجهزة الأمنية الحفاظ على الأمن والاستقرار واللي هن فعلا كانوا ناجحين فيه طوال السنوات الماضية، بالتأكيد ما رح يقصروا يوم الانتخابات ولا قبل الانتخابات ولا بعده، ولكن تأكيد على أن يكون الأمن مستتب والاستقرار أكيد بيوم الانتخابات حتى بحركة المرور وحركة السير بين المناطق اللي هي مشكلة. بتمنى على كل الناخبين اللي بدو يطلعوا من المدينة من بيروت لأي منطقة بدو ينتخبوا فيها أنه يطلعوا قبل بيوم أو حتى قبل بيومين تسهيلا لوصولهم بشكل طبيعي ودون حدوث أزمة سير كبرى. النقطة الرابعة اللي أكدنا عليها أنه سواء بمسألة الأمن أو بمسألة الحياد أو بمسألة الرقابة العربية والدولية لازم يكون واضح أنه هذا خط سيساعد ويؤكد على الدعم الدولي للبنان وعلى الدعم الدولي لصورة لبنان وعلى الدعم الدولي لفكرة الدولة بلبنان اللي حققت تقدم جدي بالفترة الأخيرة منذ انتخاب الرئيس عون وبالجهود اللي بذلت شخصيا من قبل الرئيس الحكومي الرئيس سعد الحريري والمؤتمرات الدولية التي تتوالى تباعا لدعم الدولة واستقرار الدولة واستقرار الأمن. وتهنئتنا على نجاح في الاستقرار الأمني في السنوات الثلاث الأخيرة، وهذا التهنئة تعود أولا وقبل الجميع لكل القوى العسكرية وعلى رأس الجيش اللبناني. هذا الأمر مسار الانتخابات هو شريك فعلي وأساسي ومساعد في تقدم مسار الدولة وفي الإضاءة على صورة الدولة القادرة والنزيهة والمحايدة بالانتخابات يوم 6 أيار. لا يجوز ولن يقبل منا أحد أن نضيع كل هذه الجهود الدولية اللي عم تبذل لمصلحة الدولة بلبنان ودعما لسياسة الحكومة سواء في المعنى الاقتصادي أو بالمضمون الأمني أو بالمضمون الاجتماعي أن تصاب من خلال مسيرة أو من خلال شائبة لا سمح الله جدية أو غير جدية بيوم الانتخاب وبالعمليات التحضيرية اللي عم بتصير قبل يوم الانتخاب سواء من المرشحين وهم ما شاء الله كتار كتير أو من الإدارات المعنية اللي تابعة لوزارة الداخلية. الأمر الثاني نحن جينا لهون بحضور كل المعنيين من قضائيين وأمنيين وإداريين لإجراء الشباب بسموها محاكاة بالترجمة الحرفية، أنا بدي سميها أنه لإجراء مناورة حية وعملية لاحتساب النتائج
إلكترونيا اللي حيتم بلجنة القيد الابتدائية على يميني وينتقل للجنة القيد العليا على يساري. وهي تجربة أول مرة منخوضها بلبنان، لذلك نحن عم نعمل هاي المناورة اللي رح نستكملها بكل المحافظات لحتى نأكد على نجاحها، وطالما التحضير لها أكثر من جدي وأكثر من مسؤول، سواء من الإدارة الرسمية، الإدارات الرسمية المعنية، أو من الجهات الخاصة اللي عم قامت بهذا العمل، لأنه هذا العمل هو مجموعة جهود مشتركة بين الأجيرو وبين يعني الألفا وبين الشركة المعنية وبين يعني ضباط تقنيين معنيين منتدبين من وزارة الداخلية لمتابعة التنسيق بين هذه الجهات وإنجاح تجربة أولى في لبنان وهي الاحتساب الإلكتروني لنتائج الانتخابات. شكرا. تفضل. معاليك مثل ما تفضلت حضرتك، رح نشهد محاكاة واقعية حية عن عمل لجان القايدة الابتدائية والعليا نهار الانتخابات. من بعد ما تنفرز الأصوات، تنفرز الصناديق الاقتراع بمراكز الاقتراع، رح توصل النتائج، نتيجة كل قلم رح توصل على لجان القايدة بيتسلموها. بدها تدخل النتائج الابتدائية للجان القايدة الابتدائية، تدخل على الكمبيوترات الخاصة فيها. في عنا مثلا ببعبدة 10 لجان ابتدائية وعنا لجنتين قايد عليا، فكل لجنة ابتدائية بتكون عم تدخل صناديق الاقتراع نتيجة المحاضر يلي بتوصلها تباعا، وبذات الوقت بيكونوا اللجان العليا عم بيشوفوا كل النتائج اللي عم تدخل. هلأ رح نعمل تجربة حية كيف بتوصل، مثلا بيوصل المحضر كيف بيتدخل، وبالآخر كيف بتطلع النتيجة عند لجنة القايد العليا. الشاشة على اليمين هي الفرغينة لجان القيد الابتدائية، الشاشة على الشمال اللي هي لجان القيد العليا. هون نشوف كل حركة الأقلام اللي وصلت للفرز وشو صار فيها من لما وصلت للفرز. تفضل روان. عند لجان القيد الابتدائية كثير رح توصل للصناديق مع محاضر الاقتراع من جميع المنطقة تابعة للدائرة الصغرى. بعد وصول المحضر تسليمه للقاضي بلجنة القيد الابتدائية، راح بحضور الشخص المعني بتدخيل النتائج، راح يتم ادخال النتائج على مثل ما نشوف على شاشة كبيرة بحضور مثل ما حكينا القاضي ومندوبين من الأحزاب الموجودة. راح ندخل القلم تنشوف كيف العملية الحسابية بتصير، ننتقل لجنة القيد. مكان معاليك، كل لجنة قايد هي مؤلفة من قاضي واثنين موظفين، ورح يكون في اثنين شغلتهم داتا انتري ادخال المعلومات، يكونوا مدربين مسبقا على البرنامج. مركز الاقتراع عين الرمانة غرفة رقم 2. أول خطوة رح يقوم الموظف بتأكيد وصول المحضر إلى لجنة القيد الأولى بهذه الحالة. عندها تأكيد وصول هذا المحضر للجنة، لا يمكن لأي لجنة قيد أخرى أن تعدل النتائج أو تشوف أو تشاهد النتائج اللي رح تنزل. رح نبلش بالتعديل. عم نشوف دائرة العبر المرشحين المضبوطين والجوائح بترتيبها بأرقامها وبألوانها. أوكي. هون ملاحظة صغيرة، الأرقام رح نفوتها ما بتشير منها أرقام معينة، هي فقط للمحاكاة و تجربة النظام. هذا 2919.
عدد المقترعين 551. 551. عدد الظروف التي وجدت في عمل الاقتراع 551. ممكن ترفع صوتك شوي. أقول ميكروفيز الجميع. الأوراق البيضاء 17. مجموع الأوراق البارتلر دون الأوراق البيضاء 43. البارتلر المعمول عليه الكافية الأوراق البيضاء 462. المعلومات مربوطة ببعضها والنظام قادر يكشف أي غلط بيصير. يعني إذا العدد المخترعين حط بطريقة غلط لا يساوي مثلا عدد الناخبين، يكون أكثر عدد الناخبين، النظام فوريا راح يحذر المستخدم عن هذا الغلط. لقد تخطى مجموع أصوات المرشحين كلنا وطني عدد أصوات اللائحة. أيضا أنا خربط مش بقصدي النظام علمني إنه في غلط، لأنه كلنا وطني لائحة واحدة واحد وأنا ستعطي 12 صوت تفضيل، هذا شيء غلط ما بيجوز. 11 النتيجة مضبوطة، أنا ستقدر انتقل للمرحلة التالية. المرحلة التالية هي إعادة النظر بالنتائج وتأكيدها. يعني أنا المحضر هيكون بهذا الفورمات تأكد كل النتيجة مضبوطة. بعد تأكيد النتيجة للمرة الثانية رح نقوم بتأكيد النتائج. فور تأكيد جميع الصناديق، لجنة الخيل الابتدائية قادرة تشوف المحضر، تطبع المحضر، تنظيف وطلعه على السيستم مرة ثانية. المحضر رح يكون مرافقه عملية يدوية، يعني في محضر رح يمشي مثل المكان بالسابق، رح نأيد على المحضر بشكل يدوي. هذا المحضر رح يطلع من النظام ونقلنه بالمحضر اللي عم يتدخل بشكل يدوي. واضح عندي يا دكتور. بعد طباعة وإمضاء المحضر نقوم تحفيزه بالنظام وتوثيق. عند التوثيق؟ عند التوثيق لجنة الأيد الابتدائية خلصت مهمتها. بننتقل الملف مع المعلومات جميعا إلى لجنة القيد العليا. اليوم على لوحة التحكم مبين إنه توزع وصار عندنا 81 ألم خالصين كلهم، كل اللي وصلوا 81 تم إدخالهم تأكيدهم وتوزيعهم. اليوم بلجنة القيد العليا ببين إنه كل الصناديق اللي وصلوا فرزوا وخلصت العملية. تكتبنا بقى. أنا نقلت الشاشات كمان تفسير جميع شاشات لجنة القيد العليا. مثل ما ذكر زميلي أيدي لاحظة التحكم تسمح لجنة القيد العليا خلال النهار معرفة أجواء أو سير عملية الفرز بجميع المراكز أو الأرضية الصغرى التابعة لها. وعبدة ما فيها إلا دائرة صغرى وهي دائرة كبرى، بس في حال كان عنا دوائر مركبة مثل صغرتها في شاري الكورة البترون، لجنة القيد العليا بصغرتها قدرة تعرف سير عملية الخلية أو مثلا عملية الفرز من خلال لوحة التحكم. من بعد
لوحة التحكم رح تقوم لجان القيادة التدقيقية من التأكد من النتائج أو التدقيق بالنتائج. محضر لجان القيادة العليا، كل محضر بصدر من لجان القيادة التدقيقية رح يكون نتيجة مدونة بمحضر لجان القيادة العليا، رح يقوم التدقيق بالأرقام. في حال الأرقام مطابقة ما في مشكل مع الأرقام الورقية راح تقوم لجنة القيد العليا لتوثيق نتائج لإصدار تمهيدا لإصدار النتائج. لا يمكن للنظام أن يظهر أي نتيجة قبل توثيقها من لجنة القيد العليا. راح نوصل المحضر ونشوف النتائج بالتفصيل. مجموع الأصوات، هذه الأصوات، مجموع الأصوات. في على صعيد الدائرة الكبرى عم نحكي عدد المقترعين، أوراق البيضاء، مجموع الأوراق الباطلة والباقي المعول عليه. أول ستاب رح نشوف كل لائحة قديش أخذت أصوات تمهيدا أنت نعرف كل لائحة قديش حصلت على المقاعد، عدد المقاعد. المرحلة الأولى هي تحديد الحاصل الانتخابي، هو الباقي المعول عليه بما فيه الأوراق البيضاء على عدد المقاعد في الدائرة الكبرى. ثاني مرحلة تأكد من أن جميع اللوائح حصلت على الحاصل الانتخابي. أوكي، نحن هون تم إخراج كلنا وطني وسوالب عبدة لعدم حصولها على الحاصل الانتخابي. نرجع منشدد ومنأكد النتائج منا واقعية، هي بس لتستينج أو للتحاكي أو للتجربة. المرحلة الثالثة هي إعادة احتساب الحاصل الانتخابي بعد إخراج لائحتين. الباقي المعول عليه ناقص مجموع اللوائح الملغاة على عدد المقاعد في الدائرة. رح يصير عنا الحاصل الانتخابي الجديد. المرحلة الرابعة رح نحدد كل لائحة قديه حصلت على عدد من المقاعد. أكيد حسب الحاصل الانتخابي اللي عدنا حيحتسبه بالمرحلة السابقة. فرح نشوف العدد الأصوات التي حصلت عليها اللائحة على عدد الحاصل الانتخابي، على رقم حاصل الانتخابي بيطلع عنا الكسر وعدد المقاعد. عدد المقاعد عنا 2.18. بالمرحلة الأولى معليك رح عدد المقاعد رح تكون مقعدين لوحدة انماء بعبدة وثلاث مقاعد للوفاق الوطني. نحن بعبدة عنا 6 مقاعد، بضل في عنا مقعد اللي هو عليه خلاف. رح نروح نشوف مين عنده الكسر الأكبر وعلى الأساس رح نعطي المقعد للائحة اللي عندها الكسر الأكبر. إذا ملاحظ وحدة إنماء بعبدة عندها 0.183 كسر، أما الوفاق الوطني عندها 0.352 ككسر. فالكسر الأكبر هو للوفاق الوطني، رح تأخذ المقعد السادس الوفاق الوطني. المرحلة الخامسة تحديد اللائحة حاصل انتخابي على المقعد الإضافي. في حالات عندنا بالقانون بيصير في تعادل، يعني هي صعبة كتير تصير لأنه أرقام كتير كبيرة، بس معقولة تصير. بتعادل اللوائح، بتتعادل حتى بالنسبة، يعني بتتعادل نسبة الكسر الأكبر تتعادل بين لائحتين. هون بنروح لاحتساب النسبة وأعطاء المقعد الإضافي لأكبر رائحة جايبة نسبة أصوات تفضيلية. بالنسبة للمرحلة السادسة احتساب النسبة المئوية لكل مرشح. المرحلة اللي بعدها السابعة راح نرتب أصوات تفضيلية حسب نسبة الأصوات التفضيلية من الأعلى إلى الأدنى. أوكي، وراح يقوم السيستم النظام بإعلان النتائج إذا بترتيبهم. نعم، ما راح نذكر أسامي، راح نقول الفائزين
لرسوب احد المرشحين عده اسباب، يا اما اختبار حصه المذهب في الدائره الصغرى، او اللائحه بتكون استوفت الحصه من 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 عدد النواب، لا او اكتمال حصه الدائره الصغرى. ثلاث اسباب بتؤدي الى اخراج المرشحين. المرحله الثامنه هي عرض اسماء النهائيه الرابحه وعن المقاعد واي لوائح بينتموا لها. هيدا بالمبدا كل شيء. والتجربه يعني بالتاكيد لازم تنعاد اكثر من مره لتكون واضحه للقضاة المعنيين باللجان الابتدائيه وباللجان العليا. زائد يبدو الشباب اللي بيشتغلوا بالانترنت وبالكمبيوتر عندهم صعوبه بالمخاطبه، لانه هن بيهتموا بالمكنه اكثر ما بيهتموا بالسميعه. من كل الاحوال يعني الحقيقة أنا هي تاني مرة أو تالت مرة بشوف طريقة العمل، وبالتأكيد طريقة متقدمة مع أن المرة الأولى، ولكن الشركة المعنية بالسوفتوير عاملة شغل ممتاز، والتدريب عليها ما رح يكون صعب أبدا، لأنه عمليا أنت عم تفكت عم تمشي وفق نظام إلكتروني من مرحلة لمرحلة لمرحلة. زائد انه الورق اللي بتعرفه تاريخيا موجود بين ايديك، حتى في حال الطعن بتمنى ما يصير، بس اذا صار طعن الصناديق اللي فيها ورق بعدها موجودة وممكن العودة لها، لانه عمليا بالنظام الالكتروني صعب يكون في طعن جدي بالعد او بالفرز بفترة لائحة فترة لاحقة. عفو. لازم تكون اسرع، بس عمليا عاده التاخير بيصير. على الاقل حضرت تجربه 2009 وحضرت تجربه انتخابات البلديه، بيكون في سببين للتاخير. السبب الاول انه الصندوق عمليه وصول الصناديق من مراكز الاقتراع للجنه القيد الابتدائيه امرار بيصير فيها تاخير. هاي النقطه الاولى في احتمال التاخير. النقطة الثانية هي إدخال المعلومات بلجنة القيد الابتدائية اللي ممكن تكون سريعة كتير، واللي ممكن تكون بذات الوقت يعني يتخللها بعض العقبات اللي تمنع السرعة الفائقة المطلوبة تقليديا من عملية الفرز الإلكتروني. بس بالتأكيد هتاخد وقت أقل من العادي لما كان يصير الفرز يدوي ويتسبب بتذمر كبير وبمتاعب تفصيلية يعني صغيرة تعودنا عليها وتعرفنا عليها وقت الانتخابات البلدية، وشفنا كل نقاط الضعف اللي فيها وهالمرة عالجناها سواء بالفرز الإلكتروني أو بأي حاجات تقنيات أو تفاصيل بيحتاجوها القضاء.